صباح الخير عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي مزيان لاباس. اليوم جيناكم فيديو جديد، نهار جديد. خليتي يسرى غدير لينا الغديوه، وراه وجدت لها كلشي، غدير لينا ان شاء الله الغديوه. وانا اليوم غادي نصيب الجنسيه المصطفى، لا ناسيوناليتي ماروكان. دابا انا ان شاء الله مغربي بهن توما. ان شاء الله. دابا انا غادي ناخذ لي عيدك الفيش ديال البوليس، صيبت الوريقات كاملين وندفعهم ليه، نطلبهم الله يا ربي قبلوا لي يعطيو. انا مصطفى 21 عام، راه هما غير 5 سنين كيعطيو، حنايا بقينا معطلين. ولا كل حاجه وقتها خوتي، كل حاجه واجل ديالها، كاين تقدر تكون باقي الاجل ديالها ما غناخذوش. كل حاجه وباجالها وكل حاجه وبوقتها. عمر الانسان ما يقول وكون عاطل حتى شحال، هذه راه هي جا الوقت اللي طلبناها، جمعنا الوريقات المسائل. دابا غنمشي ناخذ الفيش ديال البوليس، عاد نطلع للمحكمه نطبع ليه العقص ديال ضروري. مصطفى ضروري يقولوا لي كوزا هذاك ديال المحكمه، مينيستر ديال صافي شي يصادقوا عليه، صافي نمشي ندفع ليه الجنسيه وحنا معاكم، وغنقول لكم شنو درنا، واش قبلوها لنا ولا لا. وعلى ربي، على ربي يا ربي. كوزي لونغ المينيستر كونفيرما كي كل دوكومنتو اوريجينال. امي خدات الجنسيه الطاليانيه ومصطفى غياخذ الجنسيه المغربيه. الوالده ديالي خدات الجنسيه الطاليانيه، راه دابا راه عاد خداتها. دابا نقول لكم شي شي ديال سميتو، خداتها دابا تقريبا شي جوج سيمانات، عطاوها لها مسكينه واخا ما كتعرفش الطاليانيه، ولكن شوفوا ربي ملي تيبغي لواحد الانسان مزيان بعدا تحيد عاد ديك الوراق عليها كل مره، سيجور سيجور سيجور. تا مصطفى خصو سيجور دار، ولكن مصطفى سمبري لافوراتو بركو، ديما خدم ديما خدم، ماشي زعما خايبه لواحد اللي ما خدمش، هي اللي خايبه لي. ودابا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يا ربي يقبلوا لنا. نرى في المدينه دابا. هاي ماش نهار، السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا في هذا الفيديو، ماما خرجات مشات مشاو يجيبوا يمكن شي حاجه من شي وراق ما عرفتش مناش، وانا ونورا غادي نديروا الغداء. هي اصلا ديجا دارت الطلعه، هذا الكتف ولا ماشي سميتو، درتو في داك بابي كويسون الومنيوم، ودرتو في الفران، وسلقات لينا الخضره الصباح، وانا غير غنشحرها وغنديرها في سميتو، نشحرها وغنديرها في الطاوات وغنخشيوها في الفرن باش نتغداو اليوم، حيت هما خارجين. واليوم يسرى اللي غدير الغدا مسكينه يسرى. هي دارت لي هنا هاد القامه هادي بزيت سلينيو، كيبان يمكن بلات شكلش كتبولي او باين صافي خليني. المهم غادي اول حاجه غندير هي بطاطا، سلقاتها وخلاتها تبرد، استعملت ثلاثه ما كرهتش استعملت اكثر باش دغيا نسربي. وغادي ندير هذا لا تشبع، حاول. وغندير اللوبيا، هانتي عندي اللوبيا، عندي بطاطس، عندي بروكلي باقي لي هذا، باقي لي الخيز والقرعه. وهون عندي القامة، قالت لي ديري معلقة معلقة من الواحد. هاكا شفتي القامة، طفات من ما كطفاش هداك الشي كيبان ليك حل هنا، مركي عليها شي ما عرفتش درت الملحه ولا لا. بروكولي مالح بصح سلقاتها بالملح اذا ما نزيدش، حتى الا بغات الملح تزيدها هي. نزيدو كل حاجه شويه باش يبقى لنا الخيزه.
درتي الحال اه درنا وهادي ندير لها لا ما قلناش لك ديري بحال هكا طيب اي شد شي ما مصوباش مزيان فد فانورا هانتوما بروكولي مزيان شحر غنديرو هنايا ها شنو هما بصان ندير البروكولي هنايا هاد لي قامعاتي مبقاش ضربي حساب دارتها دارتها ليا ماما خرجات معايا القمعي يلقى هادي تاهي مزيان نديرها تاهي هنايا شخصيت منظمة معرفتش واش درت بابي الا مدارتش في ديك النهار البطاطس غنحيدها نديرها هنا ما واش هذا الزبد قليل غنشحرو دغيا ولكن فخاجي دغيا غيتبدل دغيا كيتمعد البروفان هانتوما شوفوها هي الضلعة نوريكم شو ناخد فرشة هيدا يلا ندير هنا خزو هنا لا بسرعة شوما عندي من تسالني اختي دابا انا ها هو هذا واش نحطو هنايا وهكذا نحط في الخضرة ونحط في اللحم وماما عيطت ليا دابا قالت ليا ها هي جايه غتجيب الخبز وغتجي صافي غنوجد باش باش نحط لهم نتوما ما هي الضلعة تبارك الله تبارك الله وها هي الخضرة ديالي كاملة دابا غنحط الضلعة هنا الوسط ونحط في الطابلة ونتسناهم يجيو
هي الطابلة واجدة سوما، كلشي واجد. هانتوما هانتوما، شوف هانتوما مسكن الطابلة، شوف كلشي واجد. دابا كنتسناوهم غيجيو، غنديرو على دابا الكمون والملح. ما نقولش لكم خوتي، اللي بغى يصيب شي ورقة مشكلة. عرقنا هذا سخون وجاكا، وكاينه 31 21 درجة سخون، وجرينا وباقي الورقة. خصنا دابا نطلعوا للسفارة ديال الطاليان، الا بغاو يطبعوا لنا العقد الزيتيات ضروري. خصنا دابا غير البوستيل، لا بوستيل، خصنا غير العقد الزيتيات. دابا جينا عندهم، اش بغيت نقول لكم، دابا طلبوا لي غير عقد الزيتيات، خصني نديه بحال اللي تقال لي زاف المقاطعة عندهم. كنتي تصايبوا مصطفى في الطاليان، كنوا لو ساين ايطاليا بكاطا في المو... في التريبونال المحكمه ديال الطاليان، كنتي تمشي تم طبعه تما مصطفى. معليش نصايبو حتى هنا في السفاره، معليش صافي. دابا حنا غنوريكم هاد الطريقه، هادي ما عمرنا دزنا منها. سميتها مدينه البلاصه ديال التاكسي هنا سيدو كو، ما عرفتش كيديروا هنا، غيديروا شي مصطفى غيحفروا في الارض لتحت. صحيح. لا لا دابا نمشيو للسفاره هكا، هنا في كي حبيب العور، هنا خوتي فين كاين حبيب العور. راه فين حبيب العور؟ زوينه الدنيا في الحقيقه، تنقات كبيره هنا. هذا راه حسان، certificato di extra benestante avec la postille. La postille a dire sull'Italia. Dabba tlabou li khsi imshi khsi saybou fi talyan. Mshkila shkoun li ghay saybou lna fi talyan ma ghat. Khouti anaya saiga w aytat liya wahed l'okht men Fransa w tbarakallah alayha ma sha Allah alayha anda wahed lmolahada w galt liya fi lwatsap. انا ديك الملاحظه اللي قالت لي سيدة الاخت في الواتساب، بنت العكاري وبنت يعقوب منصور بنت حومتي، اختي ديك الملاحظه انا غنقولها نشرحها للناس. كما لاحظتي انت غيلاحظها واحد اخر وغيلاحظها واحد اخر، وانا غنشرح كيفاش انا الكريمه درت ليهم، عطيته درت لهم فيديو. اوكي بالنسبه البرودوي اللي قلت، البرودوي اللي شرحت، البرودوي اللي لعت في الفيديو ديالي خوتي طبيعي. عقلتوا جدودنا، جدودنا ومواتنا وتحنا بالخصوص انا، درنا القطران، درنا الحنة، درنا الحرمال، درنا بزاف د الحوايج خوتي كنا كنشقوا بهم ريوسنا. دابا ما بقيناش كنديروا. الشعر كان قوي، الشعر عندنا مات. هاد السيده اشنو دايره في البرودويات ديالها؟ دايره في البرودويات ديالها داك الشكل، لا دايره فيه الخزامه ودايره فيه الزعتر يمكن، ودايره فيه المهم دوك الروائف ليا فنين. علاش انا هضرت عليهم؟ انا هضرت عليهم باش بالنسبه للكريمات خوتي اللي خلاتها الاخت اللي فرنسا بنت حومتي. الوجه كاينين ربعه الوجه، علاش كاينين ربعه الوجه؟ كيختلفوا. انا وجهي واكل الشحط واكل العصا واكل الترفيق مزيان. علاش درت انا داك البرودوي؟ ما نوضش ليا الحبوب طبيعي، راه ما فيه والو خوتي طبيعي. انا درتو عاودتو درتو عاودتو، راه الا قلت لكم هاد الكلمه تيقوا بيا انا. كاين برودوي غنجرب معاكم واحد البرودوي عيد ديال الشمس غنديرو الغد لي غتشوفوا الحبوب. هذا درتو عاودتو وحيد ليا شويه، انت حيد ليا الكلف، ولكن ما غاديش النتيجه اليوم درتو غدا وجهي صافي مرايه. انا وجهي بدا كينقص من الكحوله، هاد البلايصه هادي بدات كتنقص من الكحوله، وحنا نتمناو ينقص يزيد ينقص. انا راه هذيك الكريمه غنبقى نديرها،
صراحة قال غادي كريمات غنبقى نديرهم لينا. كاين ناس شوفوا اخوتي راه كاينين الناس شرحوا الكريمات وما جربوهمش اخوتي والله اعلم. انا الحاجه الماده البرودوي لي ناتورال غنشاركو معاكم كيميك فيه داكشي التخربيق وداك المرض وداك الميكروب راه واخا يعطيوني ما عرفتش شنو يعطيوني ما غاديش نشاركو معاكم لينا غادي نخدعكم انا غنتفلع عليكم علاش لينا غنشد انا الفلوس وغنشد انايا المسائل ديالي ودير الكريمه وعاودي راسك لا انا البرودوي ناتورال ونطلب من الله الناس اللي كيسمعوني وكيديروا البرودويات وهذا البرودوي ناتورال باش علاش باش ما نخيب السمعه ديالي البرودوي ناتورال نديره مرحبا و 100,000 مرحبا فيه شي حاجه مواد كيميك ما عندي ما ندير بها بالنسبه خوتي انا يا عيطت لي بنتي وحبست مصطفى مشى ياخذ الخبز هادشي اللي بغيت نشرح لكم خوتي لان البرودوي انا ما نقدرش ندير واحد الحاجه ونتفلى على الناس ونوسخ السمعه ديالي لان انا كان مثلا ناموسي ديك النهار خديت انا ناموسي راه واعره خوتي راه عرفتي شنو والله ما كيضرني ظهري ما تطوديش بقاي تكسلي كديري يا ممتي ضلوعك ضارينك علاش لان راحتك راحتك راه تشريها بالفلوس اختي راحتك راه تشريها بالفلوس وبالنسبه لهذا البرودوي راه ما كذبتش عليكم راه اقسم بالله العلي العظيم راه لا حلفت على هذا البرودوي راه ما خرجش ليا الحبوب ولكن ما غنحلفش راه بيضني 100% ولا بيضني 200% راه شوفوا بالنسبه للبرودوي راه ما فيش المواد الحافظه راني كندير فيه وكندير بالليل ديال النقيطات الكحلين وما تقربوش عينكم وبنهار كندير اخوتي البوماده اللي في 50% وشققت قبيله شققت بالزيت عندي هاد البلاصه خاويه انا شققت بالزيت بالعشيه ثاني غادي دابا نمشي للدار نتغدى يسرى كموجده لي غدايا وغنشقق وفي العشيه ندوج ان شاء الله وغنتبع هاد البرودويات نتبعهم بحال اللي راه شوفوا راه رجعنا للمواد الطبيعيه راه احسن حاجه صراحه تقال وهنا اخوتي غنخليكم مشى راجلي مشى يجيب الخبز وعاد مشي يسرى موجده لينا الغديوه بالحق انا وجدت ليها انا سلقت ليها كلشي باش ما يجينيش داكشي معجن ما غتعرفش مسكينه سلقت الصباح داكشي بالزربه خليتها هي غتشحرو وخليت اللحم درته في الفران وان شاء الله غنمشيو نتغداو مجموعين ان شاء الله باذن الله داخله انا ومصطفى ها انتوما برافا يسرى هاك الخبز هلا الدكتور جحا هذا خليتي الناسي من لا تنحيده درت تبصيل تما زايد باش تعطيني انتم اخوتي فيكم الجوع واه عرفتي شنو تكرفصنا يا بنيتي والله راه نورا عاونتي اختك لا عاونتني بكري تبارك الله درتي فيديو درتي فيديو بريتي برافو انت بابا وفاتو الفيديو لا جو برو فيدي كرشنتو عرفتي كنصور ونطفيها نو لو صوت ما عرفتي عرفتي كنصور ونطفيها عاوتاني باش نعاود شويه صافي حتى جيت غنحضرها وهي طفى عليا ويلي ويلي عرفتي توقيت فيها 100% عرفتي غير كنلحق انتم اخوتي بنتي وجدت لي الماكله صباح راه درت لك دابا قص خلي يلا دخلنا الله عيط الخوك بيرو لا جو برو ديفي فارمي فيديري كومي كامبياري لا باتيريا راه شكلت كل واحد حداه نو بور ناسيم هادي شنو ديال شنو هو هادي الطلعه الطلعه نورا جايبه ليا نورا جايبه لي اتاي مصطفى كيصيب لي قهوه ونورا جايبه لي اتاي شوف اخوتي شوفي السيرفيس ديال اتاي شكرا نورا ولكن خاصنا نشوفو كي داير خوي برافا ويلي مسحي مسكينه
اول مره عندك عمري هذا كويس مغاري و متر لا اخوتي غنسد معكم الفيديو بعد ما يسرى وجدت لنا الماكله وجدت لنا سميتو تبارك الله اللي عندها البنات تهلا فيهم الخصوص البنات واعرات خوتي لان البنات كيعاونوا انا يا راه يسرى تبارك الله ما شاء الله راه كتعاوني وتا انا الحقيقه بدات كتعز عليا وبدات كتدخل لقلبي راه بقيت كيفاش تصنت يا يسرى انا كنهضر معكم هي كتصنت المهم دخلت لقلبي قد ما البنت كتشقى معاك وتعاونك دخلت زعما لقلبي الله يرضي عليها الله يرضي عليها والله يرضي على الوليدات كاملين وانا كل مولادي بحال بحال كلهم لا شكر على واجب لوصو عارفه كتسمعيني عيه هضرت انت تنقصي التلفازه ما عليناش واحد المهم اكثريه الناس قالوا لي رشيده خلي الزربيه كما هي ما غنزيد حتى حاجه خوتي انا ما تا هكاك عجبتني انا معليش مزيان ولكن والله خوتي لا سخونه نوصيكم اللي عنده شي كوزينه وما عندهاش داك التمراج عيم يكونش داك التمراج والصياق وداك الشيء راه ما يصلحش ليه الطابي لان انا ما عنديش تمراج وما عنديش ما خطا قطرات قطره الماء وانا عندي مره كاع لما عجبنيش نبدل كل عام نبدل واحد المهم نبقى عب المهم نسخنو هذا كنشكركم كاملين شكرا على الطابي وكنشكر واحد البنت بنيتي انا كنطلب المسامحه من الناس العيالات اللي حاملات واللي كتوحم سمحوا لي بزاف بنيتي الا كنتي قريبه نصيب لك اللي بغيتي مرحبا انا كنطلب المسامحه من الناس العيالات اللي محمات حيت انا كنت كنتوحم كنشوف الحاجه كتعجبني ولكن الا شفت التلفازه ما عنديش المهم نوض نصيب بحالها والله يسمح لينا من المحمه الله يسمح لينا من المحمه اللي حدا شي محمه يتهلا فيها الوحم راه واعر مولا الوحم مولاته حمقه صافي كتهتر كتولي بحال المهبوله صلي شافتها بغاتها واللي دارو كتبغي حاجتها لراسها سمحي لي بنيتي وكنطلب منك السماحه لانتي لا العيالات اللي كيتوحموا وشكرا شكرا بنيتي بارك الله فيك هاك مصابه كخديت لي كويسه بالنسبه خوتي واحد السيده حيت هاد الكلمه ديال ما كتلبسيش مزيان هاد الكلمه انا فايته سامعاها قديم كنت انا كنحمق على واحد الطوموبيل وهاد الهضره راه سمعتها غتشريها وانت ما كتلبسيش مزيان خوتي ما بقاتش في اللبس راه الا بغيت نلبس راه اللبس ولكن انا طبع ديالي هاكا انا راه كتصبر ديله وتجين ونخرج انا هاكا حاره جلابه انا ماشي مشكل عندي اخوتي ما يعطيكمش المظهر راه الانسان صافي خصو يلبس كومبلي ولا يلبس كرافات ولا قميجه ولا نبان لكم كلاس ولا مدن انا حتى انا ما كرهتش نلبس ولكن اختي راه كاين البرد دابا اللي كنتكمد به ونتغطى به اختي كدبش على كدا ما انا شريت هادو سخانين راه كنلبسهم انا المهم ما تعيبيش عليا اختي انا ماشي كلاس وانا ما كنخدمش في البيرويات كنت كنخدم في البيرويات غنلبس نلبس الكرافات ونلبس الكوستيم نلبس داكشي كلاس وصباط عالي وهادي ولكن انا اختي ما تنخدمش في البيرويات وتحيه الناس البيرويات وكيتفرجوا فيا الناس البيرويات اي بيرو واليوم مشيت فاش مشيت نصيب الوراق لمصطفى لقيت واحد السيده فين كاينه الجنسيه اللي كيصيبوا الجنسيه شكرا اختي بارك الله فيك ولقيت واحد السيده فين كيعطيو السجل العدلي بالله مصطفى ما مدوش سميتو كيعطيك واحد الورقه باش كتصيبي اوراقك كنشكرك اختي شكركم كاملين صحاب البيرويات كنشكركم كاملين شكرا بارك الله فيكم وهادشي اللي كاين خوتي انا باش نسد معاكم والمقراج والبرمه واش ما صدقوا لكم مزيان اختي المقراج والبرمه معناتي كلهم صادقين شوفي غير ما تشريش الرخه حاولي على الثقل قلبي على الثقل وشري راه كنت كنشريهم انا عرخاص كنقول عندي باني ولكن عيانين هذا خديته ب 4000 وشي 400 وصدق ليا زوين خديته من 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 العكاري ولكن ما عطوش باقين ولا لا ما بقيتش مشيت انا لديك البلاصه ما عطوش واش باقين ولا بخوتي فين تغدينا خوتي انا نقول لكم انا مشيت تغديت وانا ما نقول لكم انا ما عندي بهم الله يسهل على كل واحد وبغيتو عندهم داكشي زوين
ونقيقي خاوين وتا الاخوين راه زوين. شوف اخوتي قال لي الجديد لي جده والبالي لا تهرط فيه، هاد الكلمه انسان يعرفها. حتى الاخوين عندهم ميكله زوينه ما نعيبوش، وانما حتى دوك الناس عندهم ميكله زوينه وداك الشيء نقي نقيقي. ما نقولش لكم النقا 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 النقا، انا عجبني النقا تبارك الله. اللي الرومبار هذا مشوه احمد جديده، انا فين كليت في الجديده ماشي جديده ديال دكاله، جديده هنايا في تماره قلتو جديده فرو جديده ديال هذا القهوه احمد اللي جديده. وتبارك الله كاع القهاوي ديال تماره تبارك الله ما شاء الله منورين، والله يسهل على كل واحد خوتي، الله يسهل على كل واحد. وبالنسبه خوتي غنقول لكم واحد القضيه، مصطفى مصطفى قال لي اللي كيقولوا لو ولين لا عرفتوا واحد المثل تيقول لك الشيخه ما كتنساش هزت الكتاب، واخا مسكينه ما كتبقى الشيخه تتنسى وتبدا تهز كتابها. انا نشرح لكم كيفاش. مصطفى كان كياكل بالفرشيط وكيشد باليسريه، لا كيحسك باليمنيه وكيشد باليسريه عينه معاه. قال واحد النهار ربط يديه خباها وبدا كياكل، شد يديه بدا كياكل تتعلم شويه، هو لا بغى يغمس باليمنيه، بغى ياكل شي حاجه بيديه باليمنيه، بغى يشرب الحريره باليمنيه، بزاف د الحوايج خوتي. ولكن الا كاين اللحم وغيقطع بالفرشيط راه كينسى وكيديرها في اليسريه. وانا بعض المرات كنغلط يا ربي تسمح ليا بالفرشيط كنسى ناكلها باليسريه، عاد كنتسكر نبدل اليمنيه والله يسمح لينا ونطلبوا من الله الله يهديه والله هذا. وراه حنا قايلينها ليه، حنا شارحين ليه القضيه، هو فاهمها. قال لك الناس كتوضى باليسريه، ما يمكنش تاكل باليسريه. حنا بكري كانش اخويا ما كانوش اخوتي داك بابي جينيك ما كانت حاجه، كان الغسيل والصابون، كان نقا، كان نقا في الحقيقه، كان نقا والله. كانوا الناس كيغسلوا باليسريه وكياكلوا باليمنيه، هو عارف هذه القضيه بصح. مصطفى مصطفى كياكل بيدي اليمنيه، غير هو نهار يشد الفرشيط كيحسك باليمنيه وكياكل باليسريه كينسى. وسمحوا لنا ورا حتى انا خوتي كنديرها، حتى انا كنغلط وكنديرها، والله يسمح لنا والله يغفر لنا يا ربي تسمح لنا يا ربي نكونوا كلينا عب اليسريه. ما نديروش شي حاجه خايبه اللي تغضب الله، وما نديروش شي حاجه اللي تعصى الله، كنطلبوها من الله يا ربي تسمح ليا، تسمح ليا وتسمح ليكم وتسمح للجميع يا ربي. وهنا خوتي غنسد الفيديو وغادي جمعت معاكم ودعوا معايا خوتي. راه شوفوا راه اختي راه النهار غندير المشروع، لا عشان المهم المهم انا نقول وإلا قدرت نديرها نديرها. نهار اخوتي ندير المشروع نلبس كلاس بالحق الكوستيم ما نلبسوش، قويميجات نقدر نقدر ندق على شي قويميجات مع شي تريكو باش اختي نلبس لك الكلاس، لا ما نقدرش. نلبس جليليبه نقدر نفصل دوك جليليبات قصار، نقدر بزاف د الحوايج ملي غندير المشروع ديالي ضروري غتستقبلي الناس غتبريزنتي المشروع ديالك بزاف د الحوايج. وغادي نلبس اختي مزيان ان شاء الله باذن الله. علاش لينا هاد الكلمه قايله ومعاوده ومعاوده، من اقرب الناس عندي قايلين هاد الكلمه هادي، والله اعلم هاد السيده الا قالتك من اقرب الناس وتضبط هي قالتها هي قالت اختي اختي خالتي رشيده قالتها بطريقه زوينه، قالت لك انت يا رشيده معلاش ما كتلبسيش مزيان وانت ممسك عليك الله. واختي انا يا شعبيه انا باغا نلبس عيل اللي كان، انا راه كنت كنخيط حوايج راسي راه دابا ما عنديش الوقت هادشي ما عنديش الوقت وصافي. المهم ما نطولش على خوتي، بسلامه عليكم ونتمنى يكون عجبكم الفيديو وباي باي، ونتمنى تعجبكم الكريمه. هانتوما وجهي راه صبات ليا الحنيكات، انا هادشي كان عندي كحل، انا راه ما دايره والو دابا راه ما دايره حتى حاجه، راه عطيني عام مصطفى الضو. نتمنى تعجبكم وبسلامه عليكم خوتي، باي باي.